اخيرا شرفت يا ست هانم. نعم، في حاجه؟ لما اكلمك تديني وشك، هو انا خدت ايه من افاكي؟ ما تتكلم كويس بقى. هو ايه حلك محشر عمالين نغرف منها وما بتخلص؟ انت ازاي تخرجي من غير ما تقولي كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. انت مش قلت لي مالكيش دعوه بيا خالص ومفيش منك غير البيت؟ تقومي تمشي كده على مزاجك؟ ايوه همشي على مزاجي، واللي عندك اعمله، ومن هنا ورايح مالكش كلمه عليا خالص. سامع؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه بقى، انت فاكرني هفايا ولا ايه؟ انا ربيت عشان تسمعي الكلام ده. عيب قوي لما يكون في بينا ميعاد وما تجيش. كنت تعبان، نمت يا اخويا زي السطيحه. خير؟ الف سلامه. بقول لك النبويه، ما تدوقيني الحمص بتاعك. حاضر يا اخوي، اتفضل. يا سلام، انا زعلان يا نبويه، وزعلان قوي كمان. يا بنت ما يغركيش شكلي، ده انا دماغي دي متكلفه وعجبك قوي كمان. عايز ايه؟ عايزك. نعم يا روح امك؟ عايزك تفتحي مخك معايا. معلش فهم، اصل انا يا اخويا فهمي على قد. ومال؟ بص يا نبويه، سلامه مش هينفعك ولا حسني كمان، هما الاتنين عياله فنديه، كل واحد فيهم حاسس ان هو صايع ولافف وفاهم الدنيا وحاططها في جيبه الصغير، بس الحقيقه بقى ان هما الاتنين طيبين وغلابه على الاخر. على فكره انت فاهم غلط. غلط صح، مش ده المهم. المهم ايه اللي هيجي من ورا معرفتنا احنا الاتنين ببعض. طب ما تفطم. ما انا استنيتك وانت ما جيتيش يا نيبو. ماشي، هتكون فين النهارده بالليل؟ انت عايزين اكون فين؟ شوف لنا حته هاديه كده نتقابل فيها. ومال حلاوتك. سلام يا عزم. سلام يا خفيف. القهوة يا أستاذ سمير. شكرا يا علي. حاجة يا أستاذ سمير؟ بضحك عليك. هو أنا عملت حاجة غلط؟ أصل أنت حطيتي القهوة كأني أنا شايف وعارف مكانها فين. آه أنا آسفة جدا، ما قصدتش، معلش. ولا يهمك، خلاص خلاص. شكرا. بقول لك إيه يا علي؟ أنا زهقان. تعالي نخرج. ايه ده؟ انتي قلقانة مني؟ على فكرة تقدر تقولي لأ، في الحالة دي أنا هخرج لوحدي. طيب بس هنروح فين؟ مش عارف يعني. أنا تعالي نروح نتمشى على الكورنيش وسط الناس، بس زمان ما عملتش كده. للأسف كل اللي حواليا مش واخدين بالهم إن أنا ممكن أبقى محتاج حاجة زي كده. حاضر. رايحة فين؟ عندها سلامة. لا لا، سلامة مش هنا، مع بابا. تعال ناخد تاكسي، ايه رأيك؟ أظن كده هتبقى مطمنة أوي، صح؟ طبعا أنا لو بشوف كنت شفت ابتسامة حلوة ووش بلد. يلا بينا.
ابو نفرتيتي بيج سمول بريفير اي بريفير بيج وان جود تشويس هاي What do you think? Love this? Good price. You can see there. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. قدامك قد ايه وتروحي؟ زي ساعة كده. طيب بعد ما تخلصي تيجيني الفيلا على طول. لا والله ما هينفع عشان أبويا لو عرف. أنا ما عنديش أعذار. أنا عايزك في الفيلا ضروري، أوكي؟ وبالمناسبة لما تشوفي حسني قولي له إن أنا عايزه ضروري. حسني؟ أيوه حسني. إيه أنت ما تعرفيش إن إحنا بقينا أصحاب ولا إيه؟ على فكرة ده طلع ولد ظريف جدا. عرف إزاي يخليني أحبه. أوعي تتأخري ها؟ السكة دي مش بتاعتنا يا إيهاب. وهو يعني السكة اللي احنا فيها دي بتاعتنا؟ بس على الأقل فاهمين السكة. وهنفهم دي كمان. وخلي بالك الصفقة دي اللي هتريحنا بقية عمرنا كله. ادخل. حضرتك طلبتني؟ طلبت. هراجع الملفات وهقول لك رأيي مرة ثانية. ماشي يا عمر. اتفضل. تحت أمرك. تحت أمري. اتفضلي يا عودة. إيه تحت أمرك دي؟ أنت مالك رسمي أوي كده ليه النهاردة؟ أنا كنت عايزة من حضرتك طلب مهم أوي بالنسبة لي. طيب والحاجة المهمة اللي أنت عايزة تطلبيها دي؟ محتاجة انك تبقي رسمي قوي كده يعني قول يا ستي وكل اذان صغير اولا انا متشكرة قوي انك زرتنا امبارح دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي ما هو انا بصراحة كنت عايز اطمن عليك يعني كنت عايز اطمن عليكم فقلت لازم اجي بنفسي بصراحة انا كنت عايزة اطلب منك حاجة هو إن جليلة أختي تشتغل معايا هنا. سبحان الله. تعرفي؟ أنا بعت لك دلوقتي علشان أقول لك من بكرة تجيبي جليلة عشان تستلم معاها شغل. بجد؟ بجد. متشكرة أوي. إيه؟ شكلك عايزة تقولي حاجة. بصراحة هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ فكر شوية كده وانت هتعرف انا بعمل معاكي كده ليه؟ عندك كم سنة؟ عندي 28 سنة صغيرة يعني طب قولي لي انت حبيتي قبل كده؟ ايه؟ مش عايزة تكلمي؟ لا بس أنا مستغربة سؤال حضرتك لا لو مش عايزة تكلمي خلاص هتكلم أنا بقى أنا بس ممكن أسأل حضرتك ليه أنا وشمعنى أنا؟ عشان حسيت ان انت مش هتضحكي عليا ولا تاخديني على قد عالي ولا تتكلمي معايا بس علشان انا اعمى
او انت موظفه عندي. الحقيقه انا عمري ما كان ليا اي تجربه عاطفيه. بس ده كلام غريب عشان انا متاكد ان انت حلوه. الحلاوه مش كل حاجه. اه صح، معاك حق. انا يا ستي بقى حبيت، حبيت قوي مراتي كزميله ليا في الجامعه. اصلا انا خريج فنون جميله، يعني كنت بشوف الحياه كلها الوان والناس برضه بشوفها الوان. مراتي دي كانت لون غريب ما يتوصفش، عشان كده انا حبيتها. كنت بشوف ناس بلون الزرع والخضار، وناس بلون السماء وصفائها، وناس بلون الدم، وناس بلون الليل وسواده، اللون الاسود اللون الوحيد اللي انا بشوفه دلوقتي، لون الضلمه يا علي. طيب مش يمكن ربنا خد منك حاجات علشان يديك حاجات كتير احسن؟ خد مراتي وبنتي، مراتي وبنتي، الحمد لله الحمد لله يا رب. بس فاضل ايه تاني في الدنيا؟ انت عارفه ان انا بنتي كان ممكن تعيش لو اي حد من اللي ماشيين على الطريق بالعربيات نزل وانقذنا وخدنا الاقرب مستشفى. بس ده قدر. لا ده مش قدر اطلاقا، مش قدر. دي ناس فادت الاحساس باهميه الحياه. انا لا يمكن كان اعمل كده، كان ممكن اعرض نفسي لمليون مساءله عشان انقذ ناس. كان لو كنت قادر طبعا. ماشي خلاص الحمد لله. انا مش عايز افتكر الموضوع كله، عايز اسالك سؤال. انت نفسك في ايه؟ نفسي ابقى مبسوطه، ونفسي كمان امي تبقى مبسوطه. طب الانبساط ده بالنسبه لك ايه؟ فلوس؟ يمكن. انا فكرت كتير قوي اذا كانت السعاده هي الفلوس، بس لقيت في حاجه جوايا بتقولي لا، السعاده حاجه تانيه خالص. الحب مثلا؟ ما جربتوش. انت طيبه قوي يا عليا قوي. انا هقول لك كلام تفتكريني بيه طول عمرك. مش الفلوس هي السعاده، ولا الحب، الامل. الامل وصل. انا لما ماتت مراتي وبنتي كرهت الدنيا كلها. كنت اتمنى اني انا اموت. لما رجعت تاني وقررت ان انا اعيش، كنت عايز حاجه تانيه جنب القرار ده، احساس بالامل. لما كان بيغيب كنت ارجع تاني واقول يا رب اموت، مش عايز اعيش بقى خلاص. شفت بقى قد ايه قيمه الامل؟ يا بنتي ارحمي نفسك شويه، لسه اليوم طويل. عنك يا سمير. لا 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 دول تقال عليك يا تميم. ده انا قد كده 100 مره وبشيل. لا لا دول تقال. وبعدين اقول لك على حاجه، انا بحب اعمل كل حاجه تخصني بنفسي بعد اذنك. هو انت زعلت مني يا سمير؟ لا خالص. انا ازعل منك ليه؟ انا خايف انت اللي تزعلي من كلامي. شوفي يا تميمه، انا من صغري متعود بجد اعمل كل حاجه تخصني او تخص شغلي بنفسي. انت عارفه لو ما كنتيش معايا النهارده انا كنت همسح واكنس مكانك. كلام حلو سليم. انا هروح اجيب سندوتشات ناكلها، اكيد انت على لحم بطنك. لا خليك، انا هروح اجيب. لا 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 انا لا والنبي انا هروح اجيب. يا بنتي استني، انا في دقيقه هروح اجيب. طب ثانيه نشوف مين على الباب. لحظه. هاي، انا قلت اكيد مش فاضيين، فدي حاجه بسيطه كده يعني. متشكر قوي بس يعني. انا جارتكم هنا في الشارع اللي قصادكم، يعني يا ريت اي حاجه محتاجينها، شاي او اي كده ما تتكسفش.
شكرا قوي. لا شكرا على ايه؟ لا احنا جيران يا ابني، وحضره سيدنا النبي محمد وصى على سبع جار. ربنا يخليك يا استاذ. رأفت، رأفت سامي والد ماريا. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، نورتوني. اهلا. شكرا. العفو، بالاذن. اتفضل. سعيده يا ابني. يلا بسم الله. لا لا يا استاذ امير ما تاكلش منه. ليه في ايه؟ ده بتاع مسيحيين، لا يكونوا حاطين فيه حاجه حرام. يا بنتي الناس المسيحيين دول عارفين ايه في ديننا حرام، واكيد مش هيحطوا لنا يعني، ويبقى عندنا حلويات. كلي كلي. والنبي يعني لولا ان انت اكلت منه انا ما كنتش ممكن ادوقه ابدا. وحش قوي على فكره. لا حلو قوي على فكره. لا وحش. اه حلو. احنا مش فاهمه ما بيردش ليه، ده غريب جدا حسام ده. طب انت هتعملي ايه دلوقتي يا بت سلايل؟ هتروحي المراد ولا تنفضي؟ لا انا هنفض، لا صراحه هنفض بلا هم، انا لسه هروح. يا بنتي ما هو انت لو ما روحتيش ممكن الراجل يجي تاني يوم ويقول لك يلا مع الف سلامه، المركب اللي تودي، يلا باي باي مع الف سلامه، القلب يدعيلك. وانا برضو حاسة ان في حاجة في الموضوع ده غلط، في حاجة مش مريحاني كده. كرهبت انت عبيطة ولا ايه؟ ما تروحي. ايه ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو مفيش حد اصلا يقدر يعمل فيكي حاجة غير لو انت عايزة، وانت مش عايزة خلاص. ولو جه جنبك سيبيه وامشي، سيبيه المكان كله وامشي، هعمل لك ايه؟ انت الاقوى. روحي يا بت سلام. أنا جيت أهو أفندم. طب اقعدي بس. سيب إيدي. عايزين نتفق. على إيه؟ أنت هتفضلي في عب جابر ده كتير. الله جوزي. سيبك من جو جوزي وجوزك ده، ده كلامه خلص. أنا بسأل سؤال، أنت مش عايزة تطلعي سلمة فوق؟ بقولك إيه يا بكر؟ بقالك كام يوم كده يا أخويا قاعد بتلون وبتاخدني وبتجيبني معاك كده في الكلام، ايه في ايه؟ بص يا نبوية، طول ما انت في عب جبر المعفن ده مش هتوصلي لأي حاجة خالص، لكن معايا بقى ممكن تبقي حاجة تانية، بس سوا سوا. ها هتخلعي منه وملكيش دعوة. انجز اخرك ايه؟ اخري فل ان شاء الله وعسى. يلا سلام. صحتك مورو. مساء الخير. ليلى اتأخرتي كده ليه؟ ده حسني هنا من بدري قوي. ما حياتك انا جيت اهو زي ما حياتك عايز. خير؟ كان في حاجة؟ خير طبعا. احب اعرفك العم سام. الو. أنا بقول له العم سام، هو اسمه سام بس أنا بقول له العم سام. تصوري يا ليلى عايز يطلع يسهر بره عشان يفرفش ويضحك. قلت له طب وليه؟ ما احنا عندنا هنا في الفيلا ممكن نضحك ونسهر ونعمل كل حاجة وأخليك تفرفش على الآخر. أوكي سام. أوكو مورو. هنجربك في المزاج والفرفشة. بس ليلى يا باشا ملهاش في الفرفشه. انت حد اذنك تتكلم؟ انا
اقصد يعني انها ما لهاش في خلاص. قوم قوم رص الحجر اللي باشا ولا عايزه يزعل منك. حاضر يا باشا. وانت يا ليلى عندك فستان فوق عايزك تلبسيه وتنزلي عشان تفرجينا على راسك. يا باشا ليلى ما لهاش في الراس. انت مجنون مجنون يا ابني. روحوا ما تبصيش يا ليلى ما تعمليش اللي بقولك عليه ده. يا ليلى توقفي بتعملي ايه؟ روحي روحي مش هتروح. ليلى مش هتمشي. لو مشيت انت مش هتمشي من هنا سليم. سليم وانت يا ليلى هترقصي. بصراحة أنا كنت قلقانة منك. ليه؟ أنا ما بخوفش لدرجاتي. أنا متشكرة قوي على النهاردة. بس أنت ضحكت عليا. ليه؟ يعني سألتك سؤال ما جاوبتيش عليه. اللي هو؟ حبيتي قبل كده؟ حبيت في خيالي. في الواقع أنا عمري ما حبيت. لما كنت في المعهد كنت بخلص محاضرات وأجري بسرعة قبل ما أي بنت تتكلم معايا وتعرف أنا بشتغل إيه. أصل أنت ما تعرفش البنات وحشين مع بعض قد إيه. وبعد كده بقوا العرسان كل ما يقولي يهربوا بسبب شغل انت. عشان كده قررت اني اسيبها واجي اشتغل هنا. انت عايزه تتجوزي؟ مفيش بنت مش عايزه تتجوز وخلاص. انا بقى عمري 28 سنه. تتجوزي اي حد؟ حلمت كتير وتمنيت كتير. لا الحلم قدرت احققه ولا الامنيه جت على مقاسي. بس انت كده يائسه قوي. لا أنا فاهمة نفسي كويس وعارفة مكاني. لا لا يا علي لا أنا مش كده. ممكن تطلبني الطلب. ممكن ما تفكريش بالطريقة دي. أنا ما بحبش الموظفين اللي عندي يبقوا ياسين لدرجاتي. أمال أنا أقول إيه؟ أنت سمير بيه؟ بس يا عم مسكتي ليه؟ شفتي بقى؟ كل واحد فينا عنده مشاكله اللي محدش يقدر يحس بيها الا هو. صح؟ صح. سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده؟ قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل اكتر من كده. نزلت دموعي من عيني قلقت من الطيبة اللي فيا. ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية. الدنيا جارحة ومتعبة وناس كتير متعصبة. شافت خلاص اجمل سنين من عمرنا متسبسبة. لفت دماغي وقلبي تاب يا ترى اللي جاي الحياة. سألت كل المجروحين. سام سام حبيب قلبي. ايه مورو؟ مش وقته خالص. احنا عندنا ميعاد مهم جدا لازم نروحه. لا انا بعرف ارقص مورو. يلا حبيب قلبي يلا يلا. يلا حبيبي نصيحة مني يا حبيب قلبي. لازم تعرف انت عايز ايه من الدنيا وايه اللي تقدر عليه وايه اللي ما تقدرش عليه. واهم حاجة بقى اللي عايزك تعرفها كويس قوي
ان انا لما بقى عايز حاجه لازم اخدها مهما حصل، مفيش حاجه بتقف قصادي، وانت مالكش اي قيمه عندي. افعصك بين صوابعي بدوس عليك. اوكي في الموضوع اللي قلت لك عليه. موضوع ايه؟ وانا مش قلت لك عايز اقابل ابوكي ولا ايه؟ وانا قلت لك قبل كده مش وقته. هو فيها هالة؟ انت بتغيري ليه؟ لا متغيره ولا نيله. انا فعلي مكفيني، هو بس ربنا اللي اعلم بيا. طب مش يمكن لو اتجوزنا المشاكل دي كلها تتحل؟ ما قصدي، ما قلت لك مش وقته يا سلام. هو ايه اللي مش وقته؟ انا مستعجل. يا اخويا مستعجل على ايه؟ ما انت عندك توضيبات قد كده في الشقه، وانا عندي حاجات قد كده في جهازي لسه ما جاتش. الله يا بنت، توضيبات ايه اللي بتتكلمي عليها انت عبيطه؟ اقول لك حاجه، انا لسه مغير الغساله والبوتاجاز ما جيش من قيمه سنه، هيبقى فاضل لنا شويه حاجات خفيفه كده، اوضه نوم تتظبط، الدنيا كلها تتظبط. نعم سمعني كده، عفش الا قديم اللي ادخل عليه يا سلام، وعليا النعمه من نعمه ربي ما ادخل الا على عفش جديد وجهاز جديد ويجي لي شبكه ويتعمل لي فرح، واحسن فرح فيك يا حاره ما اتعمل لبنت غيري. العفش قديم ايه؟ هو فيها هاله؟ انت في حد مزعلك يا بت؟ انا عارفك، ايه اللي حصل قولي لي. قرفت، قرفت قوي. انا امتى هبقى زي كل البنات يا سلام؟ انا طول عمري هفضل تحت كده؟ امتى احس ان انا ليا قيمه كده وماشيه مبسوطه كده؟ امتى؟ يا بت ليكي قيمه طبعا، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده انت مقامك اعلى من اي واحده في مصر. بلا قيمه بلا زفت. بقى انا الملزقه اللي كانت بتلف على الحاره وعلى نسوان الحاره كلهم وتيجي تسترزق مني انا تعمل فيا كده في الاخر؟ تقصدي عليا؟ هي عملت حاجه؟ بص انا مش عايزه اعمل مشاكل، وشايله وحاطه في قلبي وساكته وكاتمه بقي، هعمل ايه؟ نصيبي كده. عملت ايه يا بت؟ دي بهدلتني يا سلامه، بهدلتني. مسكتني في الفيلا وقالت لي انت هنا حته خدامه، وانا المدير عليكي، ولازم تسمعي كلامي، وانا اللي مش عايزه اعمل مشاكل، اقول لها عيب يا علي، ده احنا جيران، واحنا ولاد حته واحده، ده احنا يا بنت اصحاب، تقول لي لا يا اختي الدنيا بتتغير وكل بني ادم بيعلى، بس انت سبب، انت اللي عملت فيا كده، لولاك ما كانتش امها حتى عرفت تتعالج. دي وصلت بيها انها قالت لي لو مش عاجبك امشي غولي في 60 داهية. بس انا قلت لها لا انا مش هسيب شغلي، انا قاعده في المكان ده عشان اجهز نفسي. مش عايزه حد يقول ان له فضل عليا في يوم من الايام. ماشي. معلش يا اختي، حقك عليا. يلا. يلا قوم اروح. طب خلاص. سيبني يا سلام انا متضايق. يا بنت خلاص بقى، خلاص انا هحلل لك القصه دي، تعالى. لازم نسننك الاول يا تمام. سننوني يعني ايه؟ هو انا عيله صغيره؟ يا بنتي ما هو التسنين ده ملوش علاقه ان انت كبيره ولا صغيره. واهم حاجة عندنا دلوقتي ان العوام يقولوا ان انت بنت. طب وهنعملها ازاي دي؟ مالكيش دعوة، انا هتصرف. ايه مالك بتفكري في ايه؟ زمان جابر دلوقتي قلب الدنيا عليا. وهو انت غلطانة يا تميمة، ايه اللي خلاكي تروحي له تاني؟ انا عارفة بقى، لقيتها اتعكت واتنيلت قلت ارجع وخلاص. ما ينفعش، احنا بعد ما نخلص ورقنا بإذن الله هرفع لك قضية طلاق واخلصك منه خالص. ماشي، بس أهم حاجة ان احنا نوصل للعوامي ده ونخليه لازم يدلني على طريق أهلي. ان شاء الله هنوصل له ونخلص كل ورقنا. ماشي، ربنا يخليك يا استاذ امير، والله ما انا عارفه اودي جمالك دي فين. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي خالص. احنا اهم حاجه نخلص كل الاوراق اللي احنا محتاجينها والحياه تبقى زي الفل. يلا بينا عشان تعبان. ماشي. يلا يا تميمه، بقول لك تعبان. بس تفتكر ان الوقت مناسب ان انا فاتح جليله في الموضوع ده؟ انا حاسس ان موضوع طلاقها ده مأثر عليها. مالكش دعوه باختي، انساها خالص، هي اصلا ما كانتش طايقاه. يعني فاتحها عادي؟ وتفتحها ليه؟ انا اصلا ما حدش له كلمه عليا. يعني ايه؟ يعني انا موافقه. لا
نقول مبروك يعني. طب إيهاب قول لي بقى، هو أنت بتحبني ليه؟ معقولة يا سلمى؟ في حد يقول لحبيبه أنت بتحبني ليه؟ الحب ملوش أسباب. لا مش صحيح. لا صحيح. وبعدين أنا بحبك بقى لأنك أنت يعني أنت البنت اللي أنا بدور عليها. بحبك لأنك طموحة زيادة عن اللزوم. بحبك لأنك زي القمر. طب ممكن تروحني بقى عشان أنا اتأخرت؟ ممكن قبل ما اروحك بص كده في السريع. بص بقى انت مجنون وانا ممكن ازعل، خلي بالك. لا 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 لا، وانا كله الا زعلك. اه تشغل مزيكا ولا هتزعلي برضو؟ هتسمعني ايه؟ هسمعك يا ستي. طب ما تيجي نشوف. يا انا يا انا انا وياك سرد الاحساس الغريب. يا انا يا انا انا وياك وانسرق ما كتيبه وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك طيب طيب خلاص بقى. مساء الخير. شفتك طالع وتعبان، قلت اكيد شغلت طول النهار وما اكلتش لقمه. خد يا بنت راحه فين؟ ايه اللي حصل فيه؟ هو من ناحيه ان انا جعان فانا هموت من الجوع صراحه. لا 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 اوعى تقول كده. تموت ايه؟ بعد الشر عليك يا غالي. امال اقول ايه؟ طب ده انا عامله لك جوز حمام تاكل صوابعك وراهم، ولو احتجت حاجه تاني قول لي، ما تتكسفش خالص. جوز حمام؟ اه ده انا لو اعرف انك جعان قوي كده كنت عملت لك اتنين. جرى يا بنت انت عايزه تفطسيني ولا ايه؟ هو انت ما تعرفيش ان الحمام غلط بالليل؟ يا سوسو. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه سوسو دي؟ طلع من بقك زي العسل والله. وبعدين يا اخويا الحمام يتاكل في اي وقت. طب اقعد كده يلا وكله رم عضلك. طب يا ستي مش شاكرين. متشكرين على ايه؟ طب ده انا قاعده هنا لغايه كمان ما اعمل لك كوبايه شاي. ولا اقول لك هنضف لك الاوضه. خد يا بنت رايحه فين؟ استنى. يا لهوي يا بنت. يا بنت ما قلت لك في دبدوب جوه. مساء الخير. ايه ده؟ حمام؟ الله تسلم ايدك يا سوسو. لا والنبي. طب يا اخويا اما تخلص يبقى هات الطبق. عن اذنك. سلام يا اختي. سلام. مروحة مروحة صراحة. لا كل يا اخويا. شفتي العقرفه؟ البت دخلت عليه حته الدين داخله سخنه، انما ايه؟ الواد مش قد الدخله دي ابدا. بقول لك ايه؟ ايه؟ اخبار عبد العزيز ده ايه؟ مش فاهم. ايوه لو هي لافت على الواد الصغير انت تقشي بالواد الكبير. وبعدين هتعملي ايه بسمير ده؟ دعمة ومعقد. انما بقى عبد العزيز العز كله البيغه كلها. عارفه؟ عارفه لو جبتيه على ملا وشه هتاخدي كل حاجه وهتطردي بتاعت الحلاوه دي بره. يا نهار اسود. لا يما ازاي؟ الموضوع ده صعب قوي. عبد العزيز عبد العزيز يا نهار اسود. اسمعي كلامي يا بت. وبعدين انت خسرانه ايه؟